يقول السائل: ما حكم الطفل المرضع الذي شرب حليب امرأة أجنبية رضعة واحدة فقط أو رضعتين، هل تكون أمه بالرضاعة؟ وما هو الذي ورد بذلك؟ نعم، إذا شرب الحليب من إناء أو من فنجان أو من رضاعة حليب امرأة، فإنها تكون أما له. إذا جرع منه 5 جرعات، 5 مصات من الحليب، 5 مصات، فإنه يكون ابنا لهذه المرأة، ويكون محارم المرأة محارم له، قوله صلى الله عليه وسلم: أحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.